فوز معنوي مهم جدا للنادي الاهلي على حساب الجونه. ليه؟ لان النادي الاهلي حقق منه مكاسب كتيره. النادي الاهلي قدر يتجاوز خساره القمه، قدر ان هو يهدي الدنيا مع الجماهير اللي كانت منفعله جدا جدا بعد مباراه القمه، وكمان طبعا اهم جزء معنوي اكيد ليه مروان محسن اللي مر بلحظات صعبه قوي من ساعه لعبه بادجي في ماتش الزمالك، وشفنا الهجوم الشديد لجماهير النادي الاهلي عليه على السوشيال ميديا، وطبعا هدف امبارح اكيد كان له ثمن كبير قوي عند مروان محسن. فبالتالي الفوز مهم للنادي الاهلي زي ما قلت في الناحيه المعنويه، واكيد طبعا انه بيقرب النادي الاهلي كمان من حسم بطوله الدوري الممتاز، لان النادي الاهلي بيتبقى له تحقيق 7 انتصارات من ال 12 مباراه الباقيه، بغض النظر عن نتائج الفرق الاخرى المنافسه له زي نادي بيراميدز ونادي الزمالك ونادي المقاولين. وطبعا اذا الثلاث انديه دول اخفقوا في اي مباراه سواء بالتعادل او بالهزيمه، يبقى النادي الاهلي هيخفض ال7 مباريات ليبقى اقل من كده طبعا، وده اكيد هيدي له مساحه انه يريح لعيبه كتير عشان المعترك الافريقي اللي بينتظره في نهايه شهر سبتمبر الجاي قدام طبعا سيمي فاينال نادي الوداد. لكن بخلاف طبعا الايجابيات والامور المعنويه الايجابيه اللي انا قلتها دي، اداء النادي الاهلي في المباراه كان سيء للغايه، سيء جدا، واحده من اسوأ المباريات اللي شفتها للنادي الاهلي تحت قياده رينيه فايلر. ليه؟ عشان كم التباعد اللي كان ما بين اللعيبه كانت بعيده قوي عن بعض، وكانك تشعر ان كل واحد قاعد في جزيره وبيلعب لوحده ومفيش اي قرب مسافات ما بينه وما بين زمايله. طبعا ده الامر ده كان بيزداد طول ما احنا بنخش في المباراه. فتعالوا نشرح مع بعض على البورد الشكل في الملعب ليه كان عامل ازاي، وليه كان له هو الاثر الاساسي في الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي في اول 45 دقيقه على وجه التحديد، خصوصا الناس انتظرت رد فعل قوي جدا من لعيبه الاهلي خصوصا بعد الخساره بثلاثيه قدام نادي الزمالك. فالناس انتظرت اول 45 دقيقه دي تبقى حاجه كلها حماس، كلها تعويض للشكل السيء اللي او النتيجه السيئه اللي النادي الاهلي فنش بيها في الشوط الثاني. احنا زي ما قلنا في الحلقه بتاعه القمه، الاهلي في الشوط الثاني قدام الزمالك كان كويس عن الشوط الاول، ولكن ايه اللي حصل في ماتش الجونه؟ ليه التباعد ده؟ واللي خلى النادي الاهلي خلال 45 دقيقه كامله ما يعملش غير فرصه واحده بس هي كانت عن طريق محمد مجدي قفشه، وكانت من مجهود فردي بحت. طيب النادي الاهلي انا اصريت ان انا احط اللعيبه على البورد بالتباعد اللي انتم شايفينه ده، كم مسافات كبيره قوي 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 ما بين اللاعبين، الامر اللي خلى شفنا نادي الجونه هو الفريق اللي كان بيلعب على الاستحواذ وكان عنده مساحه كتيره جدا ان هو يتنقل الكوره بطريقه مميزه في نص الملعب. ليه؟ وكان بيعملوا الثلاثات والاربعات اللي احنا شفناها وكنا برضه تفتكروا في مباراه نادي الزمالك قدروا يعملوا ده مع لعيبه النادي الاهلي كتير. ليه؟ بسبب التباعد وبسبب طبعا قله اللياقه البدنيه اللي هتكلم عليها في ماتش النهارده. فالنادي الاهلي بدا المباراه وحاول ان هو يضغط نادي الجونه ويلعب نص الملعب ويسترجع الكوره بسرعه، الريتم العادي بتاع الفريق مع رينيه فايلر. لكن عشان تعمل الريتم ده زي ما كنا بنعمله او زي ما كان النادي الاهلي بيعمله ايام كورونا او قبل كورونا، لازم انت تبقى اللعيبه عندها لياقه بدنيه كبيره وتبقى سريعه. ليه بقى؟ لان لو نادي الجونه بيحضر الكوره من هنا وانت ضغطت بواحد، لازم على طول اللي وراه دول ما يقفوش يتفرجوا، لازم طبعا لازم يضموا. ليه؟ عشان يضيقوا المساحات ويبداوا يمنعوا لعيبه الجونه من التمرير. لكن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان اللعيبه كانت بتبقى بعيده عن بعض، فلعيبه نادي الجونه احلى حاجه بيعملوها ان هم بيظهروا لبعض. فلو مثلا قلنا ده حامل الكوره وواحد ضغط عليه، شوف عنده كام اوبشن للتمرير، عنده الاوبشن ده، عنده الاوبشن ده، وعنده الاوبشن ده، وعنده الاوبشن ده، ويلعب ده للاعب الهاف ديفندر، وعلى طول اللاعب ده يطلع الوان باس على طول التمرين المباشر، ما بيوقفش ما بيثبتش الكره تحت رجله، لا بيلعب على طول فورورد باس وبيلعبها لزميله، بالتالي بيقدروا يخرجوا بالكوره بسهوله جدا جدا جدا. وده نادي الاهلي كان فاشل تماما في مساله الدبل بريس. النادي الاهلي ما كانش بيعرف يعمله. ليه؟ لياقيا ونفسيا وعصبيا كل حاجه بايظه في الفريق، الفريق كانه مفكك تماما. لما انت بتبقى متفكك ولما انت بتبقى مش قادر تجري ومش قادر تقرب المسافات ما بينك وبين زمايلك، هيحصل الشكل اللي انتوا شفتوه في بعض من فترات مباراه نادي الزمالك وشفناه امبارح في فترات كتيره جدا قدام نادي الجونه. كان طبعا لعيبه نادي الجونه مش بنفس الكواليتي
بتاع لعيبه نادي الزمالك، وعشان كده كان هم بس فرحانين ان هم مسيطرين على منطقه نص الملعب ومانعين النادي الاهلي انه يقترب. ليه برضو؟ لان في الحاله الهجوميه وانت بتتكلم على بنى الهجمه، وطبعا احنا شفنا ان مجدي قفشه خلاص كان رجع لمكانه الاساسي مع دخول اجايي كوينج ونزول جيرالدو وطبعا وجود بادجي كمهاجم صريح، رغم ده اللعيبه كانت بعيده عن بعض، وبالتالي طول ما انت ما بتظهرليش انا ما بقدرش عندي اوبشن للتمرير، فبلجأ ان انا اعمل ايه؟ اقعد الف بالكوره كتير او ارجعها للخلف او اشوط على الجون او العب كره طوليه، بحاول اتخلص من الكوره باي شكل كان، لان انا ما عنديش اوبشن تمرير. الوحيد بس اللي كان الامانه بيتحرك بشكل جيد جدا طوال المباراه وبنفس النسق هو بادجي. بادجي اللي بيستمر في ادائه الجيد والمقبول جدا 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 في الوقت الحالي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي ككل. كمجمل هنشوف التباعد اللي كان موجود ما بين اللعيبه، وكمان ضيف على ده بقى الاجهاد البدني اللي عند اتنين لعيبه واضح جدا جدا ان هم مجهدين من كل النواحي، اجاي وعلي معلول. علي معلول بيقدم واحده من فتراته غير الجيده خالص مع النادي الاهلي، وانا شايف ان هي بسبب الحمل البدني الزياده عليه، واضح ان هو لسه ما رجعش نفس لياقته قبل كورونا، وكمان ضيف على كده الضغط العصبي المحطوط على اللعيبه نفسيا وذهنيا، كل ده بيأثر على عضلاتك وبيأثر على مجهودك البدني في المباريات، وعشان كده مش شايفين النادي الاهلي عنده اي انياب هجوميه من الجناحات اللي احنا قبل كورونا كنا نتكلم نقول قوه النادي الاهلي من الاجنحه، قوه النادي الاهلي من الاجناب، ده ما بقاش موجود خالص، وبقى النادي الاهلي اول بس ما الجناح بتاعه يوصل للمنطقه دي ما عندوش اي حل او اي فكره غير انه يلعب الكروس العرضي، وعشان كده بنشوف ان مباريات النادي الاهلي الاخيره ارقام الكرات العرضيه زادت بشكل كبير، ارقام الكرات الطوليه اللي جايه من الخلف الامام زادت بشكل زياده، وبالتالي هو ده اللي مخلي الجماهير بقى بتتفرج مش عاجبها الاداء ومش مبسوطه. ليه؟ لان مجمل برضو الاداء ده بيخلي دايما النادي المنافس يقدر يستخلص منك الكوره باسهل طريقه وكمان باسرع وقت. نضيف على بقى الكلام ده كله الشوط الثاني لما حصلت حاله الطرد وأليو ديانج اتطرد، الشكل الحالي للأهلي بالنظام ده والسيستم ده ما يستحملش يلعب ناقص، ما يستحملش خالص. ليه؟ لأن احنا كنا بنتكلم ان الفريق كامل وبيلعب 10 في الملعب بالحارس كمان ال 11 وبيقدم الجهد ده، او مش قادرين يجروا او مش قادرين يتحركوا لبعض، ما بالك لما تلعب كمان 10، فانت بتزود الحمل البدني عليهم، وبالتالي الأداء بقى أسوأ وأسوأ وأسوأ بعد بقى ديانج اتطرد. وبالتالي ارجع لنفس الكلمه اللي قلتها في الانترو، النادي الاهلي فعلا يعني محظوظ جدا انه احرز الهدف في الثواني الاخيره، كل معطيات المباراه ما تقولش ان النادي الاهلي يخرج فايز. طيب ده كمجمل التحليل البسيط لشكل الاهلي، وطبعا الشكل اللي لعب بيه برده نادي الجونه بشكل جيد جدا في نص الملعب، لكن الفريق ما عندوش الانياب الهجوميه، حتى الفرصه اللي جات له في الشوط الثاني هي الوحيده بس اللي جات في المباراه، لكن لو اللعيبه كواليتي بتاعها اعلى انا اعتقد النادي الاهلي كان صعب جدا ان هو يخرج متعادل حتى في المباراه دي. النقطه اللي عايز اتكلم عليها واللي انا اتكلمت فيها عليها كتير جدا جدا معاكم مروان محسن. مروان محسن هو مهاجم منتخب مصر في بطولات كتيره ومهاجم النادي الاهلي الاساسي لفترات طويله، ما نقدرش نقول ان هو ياخد 0 من 10، ده امر صعب جدا، وفي نفس الوقت ما اقدرش ادي مروان 7 أو 8 من 10. مروان لازم يتقيم بشكل صحيح، لازم يتحط في الفريم اللائق بتاعه، وانا دايما قلت ان الفريق اكتر فريم بيليق على مروان لما بيبدا قاعد على الدكه وينزل الشوط الثاني يلعب كسكند سترايكر ويلعب على الكرات العرضيه او الكرات الطوليه، هو ده بس اللي مروان محسن يقدر يعمله، وتقدر تاخد منه نتيجه في بعض الاحيان. لو تفتكروا ايام لاسارتي برضو النادي الاهلي كان بيلعب الجونه في الجونه والفريق كان مغلوب 1-0 لغايه الدقائق الاخيره، اعتقد كريم نيدفيد جاب هدف التعادل، ولما مروان نزل قدر يستخلص كوره كويسه جدا داخل منطقه الجزاء ومهدها لناصر ماهر لما كان لاعب في النادي الاهلي سددها وجاب الهدف الثاني، فهو ده الدور اللي يليق على مروان محسن. مروان محسن ما يقدرش انك تيجي تقول له هتلعب في خطه فيها مهاجم واحد ولو سمحت انزل لي بره منطقه الجزاء وارجع لي، انا ياما قلت الكلام ده في ترند يلا كوره وياما شرحته
على السوشيال ميديا مروان محسن مش نوعيه اللعيب ده، ولما بيتحط في التيست ده بيتظلم جامد قوي، ما يقدرش يستحمل هو الضغط ده، ولان الكوره هتقطع منه كتير، فالضغط بتاع الجمهور هيبقى قوي جدا عليه، انت مش قادر تحافظ على الكوره، حتى لما بياخد الكوره ويحاول يسدد من بره منطقه الجزاء ما بيقدرش، ما عندوش القدره البدنيه ولا المهاريه انه يعمل ده. فبالتالي لازم ريني فايلر يبقى عارف كويس جدا النهارده اول قاعده في المهاجمين عنده أليو بادجي هو المهاجم الأساسي بتاعك. ليه؟ لأن عنده قوة بدنية والنهارده الولد بيتطور فيقدر يعمل لك الكلام ده. مروان محسن ورقة كويسة ليك على دكة البدلاء تنزله وتستخدمها في الشوط الثاني، ما تعكس، إذا عكست تعكسها بس في حالة واحدة لما تكون مباراة أنت ضامنها جدا وعايز تدي مروان شوية لياقة بدنية زيادة، لكن مباريات متوسطة، مباريات صعبة، مع كامل احترامي مروان مش هيقدر يؤدي الدور اللي انت منتظره منه، وبالتالي الضغط النفسي هيزيد عليه، وبالتالي نقعد نوصل نلف في نفس الدايره اللي احنا كنا بنلف فيها. ده كان تحليل مباراه الاهلي والجونه. الف مبروك للنادي الاهلي الثلاث نقاط، واكيد طبعا فوز مهم زي ما قلت بعد مباراه القمه، وان شاء الله اشوفكم في حلقه ترند يلا كوره لتحليل مباراه الزمالك والمقاولين العرب. شكرا جزيلا كريم.